مع عروض القوة البدنية والدفاع عن النفس. يشق مساحة العرض في المواجهة الآن ما يقرب من 1400 طالب، كوكبة من مختلف طلبة الكلية، لأداء مجموعة من التمرينات الرياضية والحركات القتالية التي تساعد في رفع اللياقة البدنية. يهتف الطلبة من أعماقهم: شرطة، فداء، مصر، قوة، عزيمة، مجد. يقوم الطلبة بأداء تمرين الطعن بالساقين، حيث يعد تمرين الطعن بالساقين من التمرينات الأساسية لرفع اللياقة البدنية لطلبة الكلية. يؤدي الطلبة الآن مجموعة من التمرينات الرياضية الفردية التي تساعد على تقوية عضلات الذراعين، الكتفين، الصدر والساقين. ينتقل الطلبة الآن لتشكيل النجمة، مشاركة منهم لزملائهم الخريجين، استعداداً لأداء تمرينات زوجية. تمرين زوجي بالتعلق على الزميل لأداء تمرين لتقوية عضلات البطن والكتفين. يؤدي الطلبة تمريناً لتقوية عضلات الظهر والذراعين. بينما ينتقل الطلبة الآن لتشكيل مجموعة من التروس تعبر عن استعداد وجاهزية الخريجين للعمل الجاد الدؤوب والتكاتف في العمل، استعداداً لأداء تمرينات ثلاثية. تمرين مكون من 3 طلاب لتقوية عضلات الصدر، الذراعين والقدمين. تمرين من 3 طلاب لتقوية عضلات الساقين، الصدر والذراعين. ينتقل الطلبة الآن لتشكيل المعينات لأداء تمرينات مكونة من 4 طلاب تنمي قوة عضلات الجسم. تمرين من 4 طلاب لتقوية عضلات الساقين والكتفين. ينتقل الطلبة الآن لتجسيد التحية العسكرية. شرطة، درع للوطن وأمنه. أدي المسؤولية، تؤدي بعزم مهامها الأمنية. تحيا مصر دائما عزيزة أبية. سطر الطلبة بأجسادهم على الشباك في المواجهة. شرطة،
أدي المسؤولية. ينتقل الطلبة الآن لأداء الحركات القتالية والقتال المتلاحم. يستعد الطلبة الآن لأداء بعض الحركات القتالية والقتال المتلاحم، وذلك بدمج ثلاثة أساليب قتالية وهي الكيك بوكس والووشو كونغ فو والمواي تاي، وكيفية تطويع أسلحة الجسد في حالات مواجهة الخارجين على القانون، وهو ما يعرف بكاتة الأساليب الشاملة، حيث يجسد الطلبة صورة حية لفن استخدام اليد الخالية والقدم في مواجهة الخارجين. القتال المتلاحم. استنزاف قوة الخصم بعدة ضربات متتالية. التفادي والسيطرة بعمل خنقات الصدمة لإخضاع الخصم والسيطرة عليه. التعامل مع الضربة الاستباقية للخصم والسيطرة عليه باستخدام تكتيكات الجوجيتسو، وهو نوع من أنواع فن القتال الأرضي. استخدام تقنيات الكونغ فو في الدفاع عن النفس. الحفل الكريم مع عرض المهارات الخاصة. نشاهد من يمين ويسار المنصة نخبة من طلبة وطالبات الكلية يتقدمون صوب المسطح الأخضر، ويتخللهم مجموعة من الطلبة والطالبات الحاصلين على الأحزمة المتقدمة في رياضات الدفاع عن النفس، يستعدون لتقديم كاتة الدقة والتحكم. تقدر الإشارة إلى أنه سيتم هذا العام تخريج الدفعة الأولى من خريجات كليتي الحقوق والتربية الرياضية بعد دراسة استمرت لمدة عامين كاملين بالكلية. سيستعرض الطلبة والطالبات بعضاً من المهارات القتالية عن طريق أداء الكاتة العاشرة إمبي والمؤهلة للحسام الأسود في رياضة الكاراتيه، وهم معصوب الأعين، وهي عبارة عن قتال افتراضي. أداء الطالبات لتلك الحركات القوية والمنظمة بمشاركة زملائهن من الطلبة يوضح ما وصلنا إليه من مهارة وتناغم في التدريب المشترك بالكلية. صد الضربات الافتراضية وتوجيه عدة ضربات. ضربات وركلات باستخدام اليدين والقدمين. ضيوفنا الكرام، يطل علينا من اليمين مجموعة من الطلبة يستعدون لتقديم بعض من الفنون القتالية المختلطة، بينما يتقدم من اليسار مجموعة أخرى لاستعراض بعض من فنون رياضة الأيكيدو. تفادي الضربات بالسيطرة على الخصم من الرسغ. صد الركلة الأمامية وإخضاع الخصم. التصدي للخصم وطرحه أرضا. تفادي الضربات المعجزة والإخضاع أرضا.
استحلال اتزان الخصم والطرح أرضا. تفادي الضربات والطرح أرضا باستخدام حركات الكونغ فو. استغلال نقاط الضعف للسيطرة على الخصم. السيطرة على الخصم باستعراض حركات التورنيدو. شل حركة الخصم من الكوع والكتف. طرح الخصم أرضاً من خلال السيطرة عليه من أعلى نقطة. التخلص من الخصم بدفعه من الرقبة. التصدي للخصم باستخدام فنون المصارعة. السيطرة على الخصم من الذراع. طرح الخصم أرضاً باستخدام فنون رياضة الجودو. تفادي الاعتداء بالطرح أرضاً بشكل عكسي. التصدي لركلة قدم وطرح الخصم أرضاً. إخضاع الخصم والسيطرة عليه من الكوع. شل حركة الخصم من العنق. تطويع الحركات القتالية المختلفة في السيطرة على الخصم والتمكن منه. الحفل الكريم في إطار تحديث وتطوير المنظومة التدريبية بكلية الشرطة. نشاهد أمامنا الآن جهاز ألفا ستار، والذي يبلغ ارتفاعه ما يقرب من 10 أمتار، ويمكن الطلبة من التدريب في أضيق الأماكن. على الجهاز أبناؤكم الطلبة والطالبات أثناء أداء أوضاع مختلفة من الحركات القتالية. يؤدي الطلبة والطالبات الآن كتة قتالية موحدة في جميع مستويات الجهاز من خلال ممرات ضيقة ومتصاعدة الارتفاعات، وتتطلب قدراً من التركيز والدقة وكسر لحاجز الخوف. بينما يظهر على يسار الجهاز مجموعة من الطلبة أثناء التسلق على حلقات التسلق، ويتبعها مهارات الإنزال والإخلاء بواسطة مواسير الإنزال السريع بارتفاع 8 أمتار. بينما يستعرض الطلبة من يمين الجهاز مهارة استخدام الحبال بالنزول من الأماكن المرتفعة لأهداف أرضية. كما يظهر من يمين ويسار الجهاز مجموعة من الطلبة أعلى الأجهزة أثناء أداء تمرينات العقلة، الضغط، البطن، ورفع الأوزان والأحمال الثقيلة، بالإضافة إلى تمرينات الإسكوات. بينما يظهر على المستوى الأخير بجهاز ألفا ستار الطلبة والطالبات أثناء أدائهم لكاتة البونكاي تحت ضغط الأماكن المرتفعة. كما يظهر في المستويات المختلفة الطلبة والطالبات أثناء أداء كاتة باستخدام الخنجر، والتي تنمي لديهم مهارات الدفاع عن النفس، وتستخدم في أعمال الهجوم وصد الاعتداء. وفي منتصف الجهاز نشاهد مهارات سرعة رد الفعل بالضربات والركلات تجاه البوبمان والساند باج في اتجاهات مختلفة. يشار إلى أن جهاز ألفا ستار هو وحدة تدريبية لتطبيقات اللياقة والكفاءة البدنية، ونقل مستوى التدريب إلى درجات مرتفعة من الصعوبة، وتفعيل التعلق المؤمن، وإظهار المهارة لطلبة وطالبات الكلية. ويتكون الجهاز من 4 مستويات من التدريبات بارتفاع 8.5 أمتار، وهو ما يعادل مبنى سكني مكون من 3 طوابق. ويهدف هذا الجهاز إلى التدريب على الأعمال القتالية ورفع اللياقة تحت ضغط الأماكن المرتفعة ورفع كفاءة الاتزان. يشار في هذا الصدد إلى أن جميع الأعمال مؤمنة بالكامل بأحبال التعلق والحماية.